سري للغاية تستهل شمائل زاويتها بالقول. وزير الزراعة التركي يبشر رجال الأعمال في بلاده بأن فتحاً استثمارياً جديداً سوف يتحقق في القريب العاجل، حيث أن حكومة استأجرت أراضي زراعية في السودان لمدة 99 عاماً. ووفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، فإن المشاريع ستجري على مبدأ رابح رابح لكل البلدين، وأن حصة تركيا في هذه الشراكة هي 80% مقابل 20% للسودان. تضيف الكاتبة قبل فترة لم تكن مدة هذه الاتفاقية 99 عاماً بل كانت 35 عاماً، حيث أعلنت حكومة ولاية سندار أن الحكومة التركية حازت على مساحة 60,000 فدان للاستثمار بالولاية، وأن العقد جرى توقيعه من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، وأن المشروع ذو طبيعة تنموية وليس استثمارياً وقيمة تمويله 800 مليون دولار. تزيد الكاتبة الطبعي الأخذ بتصريحات الوزير التركي ليس لأنها تحوي تفاصيل أكثر، بل لأن حديث حكومة ولاية سنار يبدو غير منطقي، فكيف يتم توقيع عقد بواسطة مجلس الوزراء والبرلمان ولا يسمع به أحد؟ وتختم شمائل زاويتها بالقول: هل يرفض أحد الاستثمار على وجه خاص الاستثمار الزراعي في بلد مثل السودان؟ لا أعتقد، ولكن السرية التي تحاط بها هذه الاتفاقيات تجعلها أقرب للبيع من الاستثمار، والسؤال لماذا السرية أصلاً؟